مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ضفنا الفنان الجميل الكبير العظيم علي الحجار، واحد من اعظم الاصوات اللي موجوده في مصر، يعني صوت عريض، صوت بعرض السماء. بحس ان علي الحجار لما بيغني صوته بيوصل للسماء من كتر جماله وعرضه، ما شاء الله. علي الحجار هو ضيفنا النهارده. اراده الحياه، بنقول لكم الكلام ده لان اراده الحياه يجب ان تهزم اراده الإرهاب وإرادة الموت. وعشان كده احنا ما غيرناش الحلقة. امبارح كان في حادث مؤسف في الأزهر الشريف، حيث أو عند جامعة الأزهر، حيث قتل 3 من الجنود، وهنتكلمكم عن هذا الحادث. لكننا قررنا أن إرادة الحياة يجب أن تكون أقوى من إرادة الموت. لكن اسمحوا لي قبل ما نتكلم عن أخبار النهاردة، نحن نتعرض لتشويش، مش عارفين هذا التشويش متعمد أم غير متعمد، أم يعني مشكلة هندسية تقنية في النايل سات. لكن أنا بقول لكم دلوقتي لكل من يشاهدنا على التردد الجديد اللي احنا موجود عندنا، اللي هو 11727 أفقي 5/6. هذا هو التردد الجديد اللي يمكن أن تتابعونا عليه. تاني 11727 أفقي 5/6، واعتقد في معامل ترميز ايضا هيكون معانا بعد قليل. لكن هذا هو التردد اللي احنا هتشوفوه. هتشوفونا ايضا على اللايف ستريم، ويا ريت يكون معانا على الشاشه ايضا اللايف ستريم بتاعنا على الانترنت. نحن ايضا موجودين معاكم على النت على الهواء مباشره، وهذا هو التردد الجديد. طيب التشويش ده اخباره ايه؟ من الصبح كده تقريبا والنايل سات ملاحظ بعض محاولات التشويش على الترانسبوندر، يعني الجهاز اللي او الجزء اللي بينقل محطاتنا احنا والسي بي سي والحياه والنهار وبعض محطات المحور. ده منذ الصباح الباكر. بعد شويه ابتدى التشويش يزيد، وحتى بدات القنوات تختفي من اماكن وتكون موجوده في اماكن اخرى. بعض القنوات اللي انا ذكرتها لكم موجودة، لكن سي بي سي بالذات يتعرض لتشويش قوي جدا، وابتدى التشويش قوي جدا ده حوالي من 3-4 ساعات تزداد حدته. النايل سات طلعوا بيان قالوا فيه انه احد الحيزات التي تبثها الشركة على مدار 7 درجات غرب تعرض منذ الصباح لتشويش متعمد من جهة مجهولة. وقال نفس المصدر ان الحيز الافقي ده اللي احنا بنعرض عليه تعرض لتشويش واضح انه هو متعمد. ومسؤول النايسات قال ان الشركه تعاملت مع التشويش فور حدوثه، حيث قامت بالتنسيق مع القنوات المداره بتوفير تردد بديل لها على حيز 11727 افقي الذي يخص اقمار النايل سات، وقامت بتقويه الاشاره البث حتى يتوقف التشويش. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه احنا مش عارفين لحد هذه اللحظه والتشويش جاي منين، لكن كما تقول النايل سات من الواضح ان هو تشويش متعمد، ومن الواضح ان ده تشويش متعمد في وقت معين، يعني قبل البرامج السياسيه ما تبتدي، والواضح انه ايضا تشويش متعمد على قنوات معينه. مش هنتهم حد، مش هنقول اكتر من كده، لان احنا تقنيا بالفعل ما نعرفش. يعني مش هنقعد نقول بطوله وانه بيحاولوا يشوشوا على برامجنا السياسيه وانه بيحاولوا يشوشوا على لميس، لا احنا مش هنقول الكلام ده. احنا هنقول انه في تشويش، هنحاول نعرف مصدره. النايل سات وطاقمنا الهندسي بيعمل يعني كل لحظه لمحاوله ان هو يعرف مصدر هذا التشويش جاي منين، من انهي منطقه، من انهي بلد، مين اللي بيقوم بيه بالظبط. لكن حتى نتعرف على هذا التشويش او نعرف مصدر هذا التشويش، هتقدروا تشوفونا على 11727 ده التردد الجديد افقي 5/6. وايضا لو معانا اللايف ستريمنج يا جماعه، ادي اللايف ستريمنج ودينا اهو معاكم على الهواء، بيبقى فيه ديلي طبعا بضع ثواني، لكن ده هو اللايف ستريمنج بتاعنا. لو نضع العنوان لو سمحت يا تامر، يعني الادرس بتاع اللايف ستريمينج بتاعنا. اذا احنا معاكم. هل ده حد بيحاول يعوق ان احنا رسالتنا توصل؟ ممكن يحاول مره مرتين، يوم يومين، لكن في النهايه الرساله تصل، والرساله ان امامنا استحقاق انتخابي مهم قادم 26 و27، والرسالة ان الارهاب مش هيوقفنا، والرسالة ان احنا هنفضل مكملين. على فكرة احنا تعرضنا لمثل هذا التشويش ايام الاخوان،
نفسه، واذكر جيدا في الايام الاخيره القليله اللي قبل 30/6 كنا بنهدد وكنا بنتعرض لمثل هذا التشويش. امبارح كان في مجموعه، ابتدينا امبارح والنهارده مجموعه من العنف والعمليات الارهابيه، لكن يعني نقدر نقول ان برضو يعني الحمد لله على كل شيء. امبارح للاسف استشهد 3 من جنود القوات الامن المركزي في محيط جامعه الازهر والمدينه الجامعيه، استدرجوا قوات الامن استدرجت بمظاهره لطلاب المدينه الجامعيه بالازهر، 250 طالب خرجوا عشان يعملوا ديستراكشن للقوات، القوات تقدر تصدهم عشان ما يقطعوش الطريق. كان في سياره برشاش آلي، وهنجيب لكم احد شهود العيان بعد قليل، بيقتل بيضرب الجنود، 3 ماتوا وفي عندنا 8 في المستشفى حتى هذه اللحظة، موجودين 8 في المستشفى بإصابات خطيرة وإصابات متنوعة، أو 9 مصابين حتى هذه اللحظة. النهاردة أيضا كان في المحاولة الأخيرة للجامعات، محاولة الأخيرة للجامعات استشهد فيها طالب، قتل فيها طالب في هندسة القاهرة من المصادمات بينهم وبين الشرطة، الشرطة كانت بتلقي غازات مسيلة للدموع. في اسكندرية أيضا كان في اسكندرية عنف أشد، درجة أنه بعض قوات الجيش اضطرت أنها للتدخل، كان في عنف شديد في اسكندرية. أنا كلموني طلبة من جامعة اسكندرية بيقولوا لي أن في طلبة ماشيين برصاص وماشيين بمسدسات جوه الجامعة. طب يا الأمن بيعمل إيه؟ الأمن بيلقي غازات مسيلة للدموع، والحقيقة أنه الداخلية واضحة جدا وذكية جدا، مش عايزة تدخل تستدرج إلى داخل الجامعة. كل الأهالي ممكن يقولوا طيب إحنا ليه الداخلية ما بتخشش دلوقتي علشان تفض هذا الشغب؟ لا، الداخلية لو دخلت هيكون في إصابات أكتر، وربما يكون في ضحايا، وربما حد يقتل حد عشان يتهمه في الداخلية. الداخلية ما بتدخلش هذا الشرك، هذا هو فخ وشرك واضح جدا علشان يدخلوا ويكون في مصادمات. كل هذا افتعال للعنف قبل الانتخابات. هنخاف؟ لا مش هنخاف. هنرهب ويتم ترهيبنا؟ لا مش هنرهب. وهقرا لكم بعد قليل عناوين لحوار وزير الداخليه مع زميلنا مجدي الجلاد. الجيش والشرطه على اهبه استعداد لحمايه الانتخابات، كلنا هننزل وكلنا هنكون موجودين في الشوارع، وجودنا في الشارع هو ده الضمانة، وجودنا في الشارع هو ده الأمان. مش هيقدروا علينا زي ما قدروش علينا في 28 و29 و30/6 لما هددونا، لما خوفونا، لما طلعوا لنا قرارات الاعتقالات، كلنا برضو مش هيقدروا علينا. وهنفضل مهما شوشت عليا، مهما حاولت انك تقطع رسالتي، هنفضل موجودين وهنفضل نقول كلمتنا. ان شاء الله يا رب في 10 بس بيتفرجوا علينا. انا بعمل برنامجي النهارده وانا مش عارفه مين كام واحد بيتفرج علينا، لكن ان شاء الله 10 بس بيتفرجوا علينا، هنفضل نقول رسالتنا، ورسالتنا هتفضل موجوده ولن تخرسوا اصواتنا على الاطلاق. نشوف نتائج التصويت للمصريين في الخارج بعد ما او مؤشرات النتائج الاولى لتصويت المصريين في الخارج، وكنا قلناها لكم امبارح لحظه بلحظه، لكن نشوف الجراف معانا دلوقتي تصويت المصريين في الخارج. العدد الاجمالي 318,033 صوت، وده أكتر من اللي أنا قلته لكم امبارح، كنا 317 و300 صوت، لكن طبعا لوس أنجلوس قفلت آخر قنصلية وآخر لجنة صباح اليوم الساعة 7 صباحا، وإذن آدي إجمالي الأصوات، إجمالي الأصوات الصحيحة 313,835، الأصوات الباطلة 4,198. إذن إجمالي الأصوات الصحيحة 313,835، الأصوات الباطلة 4,198 بنسبة حوالي 1.3%. وأنا الحقيقة الأصوات الباطلة لو كنت رايح تبطل صوتك عمدا فده يعني نحترمه جميعا، لو كنت غلطت وعملت علامة غلط وكتبت تحيا مصر، ولا كتبت هنكمل حلمنا، ولا بنحبك يا سيسي، ولا حمدين مش عارفة إيه كده، عندنا مشكلة. أرجوك إذا كنت رايح تبطل صوتك عن عمد فأرجو إن ده يعني يكون الموضوع واضح وإنت بنحييك، لكن أرجو إن ما يكونش ده عن جهل الحقيقة كمان يعني. طيب نشوف المعدلات التي حصلوا عليها السيسي والمعدلات التي حصلوا عليها حمدين من الأصوات.
من اجمالي الاصوات الصحيحه 313 835، المشير السيسي حصل على 296 628 بنسبه 94.5%، بينما حصل حمدين على 17207 بنسبه 5.5%. طيب حد يقول لنا انه ده مؤشر جيد جدا اذا النتيجه محسومه؟ لا، النتيجة مش محسومة، احنا بنتكلم يا جماعة ده فقط في 300,000 صوت او 318,000 صوت فقط، الملايين هنا في مصر، الملايين في 26 و27 مايو القادم، يوم الاثنين والثلاث اللي جايين، الملايين هي دي اللي هتحسم. بالنسبة لمناصري او مؤيدي السيسي، عايز اقول لكم ان مؤيدي حمدين هنا اقوى، مؤيدي حمدين في مصر اقوى. وبالنسبة لمؤيدي حمدين بقول لك انك ممكن تعمل فرق، اكيد ممكن تعمل فرق، وما تعتبرش ان النتيجة محسومة. وبالنسبة تاني لمؤيدي السيسي، اوعى تفتكروا النتيجة محسومة، كل صوت بيفرق، كل صوت بيفرق. احنا عايزين نوصل لرقمين، 26 يوم 26 عايزين نوصل ل 26 مليون زي ما المصريين في الخارج عملوا اعلى معدل تصويت، اعلى معدل تصويت رفع راسنا واشعرنا ان فعلا المصريين في الخارج يقدروا قيمة الوطن وعارفين قيمته قد ايه، وعملوا اعلى معدل تصويت قاطبة في كل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية والبرلمانية والرئاسية. ايضا المصريين جوه مصر لازم يعملوا اعلى معدل تصويت، واعلى معدل تصويت عندنا كان في انتخابات الرئاسة حوالي 26 مليون، كانوا بيمثلوا 51% من الكتلة الانتخابية، ووقتها الكتلة الانتخابية كانت 50 مليون بس، 50 مليون بوينت 9 او فاصل 9 900 ألف. الآن الكتلة الانتخابية عندنا وسعت بقت وكبرت، بقت قرب 54 مليون، ومع ذلك احنا عايزين نعمل منهم أيضا 50%، احنا عايزين نكمل أو نعدي 50% من هذه الكتلة الانتخابية. لو هم عملوا 51 عايزين 50%، وال 50% 26 مليون تقريبا وكسور، عايزين 26 يوم 26. اوعى تفتكر ان النتيجه محسومه، النتيجه مش محسومه، مش هنخاف، مش هترهبونا، مش هترعبونا، هننزل ونختار رئيسنا كما نريد، ونؤكد للعالم ان احنا هذا هو اختيارنا. اما بقى بالنسبه لما يقوله الاخوان من مهاترات بقى، ان شكرا للمصريين في الخارج، المقاطعه، مقاطعه انتوا هبل مثلا، يعني خلل عقلي مثلا. هو بيحسب ايه؟ بيقول لك ان الانتخابات الرئاسيه المصريين في الخارج عملوا 60% من الارقام المسجله، لكن انتوا عندكم الارقام ما فيهاش تسجيل، فعندكم من 54 مليون ناخب عملتوا بس 4%، ده عبط ولا ايه؟ ده حد يعني ما بيفهمش في الحساب ولا بيفهم في المنطق، او انت بتلعب بمنطق مغلوط. لا، احنا بنحسب ان هذا هو اعلى تصويت للمصريين في الخارج قاطبة، قاطبة تسجيل او غير تسجيل، هذا هو اعلى تصويت للمصريين في الخارج، 318 الف مصري. ايوه صحيح، اقل كتير من 8 مليون، بس ال 8 مليون دول لا فيهم، في ناس ما عندهاش بطايق، في ناس ما عندهاش جواز سفر مميكم، في ناس ما عندهاش اساسا جواز سفر ضاع وما جددوهوش، في ناس قاعده ما كانش في بريد، والبريد كان يمثل 50% 50% من انتخاباتكم واستفتاءاتكم السابقه، 50% من البريد، وما ادراك ما البريد والتزوير والضرب اللي كان موجود في البريد. فاوعوا تصدقوا مهاترات الاخوان، المصريين في الخارج انتوا عملتوا اداء عظيم، المصريين في الخارج انا بشكركم شكرا جزيلا، اوعوا تصدقوا مهاترات الاخوان، دي محاولات للي الحقائق، محاولات لتعتيم الواقع، محاولات لكسر فرحتنا، زي بالظبط ما حصل امبارح في من الارهاب او بيحصل دلوقتي من التشويش علينا. مش هنخاف، رسالتنا هتوصل، هننزل حتى لو اسكتونا جميعا، برضو الناس هتنزل بينا او من غيرنا، 26 وهننزل 26 و27 وان شاء الله هنجيب 26 مليون. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي، انت بايدك هتخلي بلدك في السما وتتبهى بينا. ابن مصر ده من قده، من ده اللي استاجر يده، رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي عليه. ابن طول ما في كمال
رجالتنا بيتغدوا باللي بيقرب البلد، وستاتنا كمان احنا برضو بنتغدى ونتعشى بأي حد يقرب لينا، ومش هتسكتوا صوتنا، وحتى لو في 10 بيتفرجوا علينا ال10 دول يهموني، وحتى لو في واحد بس بيتفرج علينا الواحد ده يهمني، جمهورنا يهمنا. 11727 هو التردد، ارجوكوا خليكوا معنا او معنا على النت. انا عارفه الناس كتيره بتتفرجوا معنا وابتدوا يبعتوا لي على النت، وتليفونات كتيره بتكلمنا تسال عن التردد. 11727 افقي 5/6، لن يسكتوا اصواتنا ولا يسكت صوتنا الا الله. النهارده البورصه مؤشراتها الحقيقه تلامس اعلى مستوياتها من 2008، حاجه يعني تدعو للسعاده والفخر. مؤشرات البورصه ارتفعت بنحو بشكل جماعي في بدايه التعاملات، وتجاوز المؤشر 8600 نقطه، يعني تقريبا قرب اعلى مستوى حققه المؤشر امتى؟ 2008. من 2008 يا مصر ما شفتيش معامل، ما شفتيش ارتفاع للبورصه بالشكل ده. الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره شركه اصول لتداول الاوراق الماليه. استاذ ايهاب، يعني ايه 8600 نقطه؟ اشرح للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا عايز اطمن حضرتك ان عدد المشاهدات لم يتاثر اطلاقا، وزي ما بيقولوا ربنا يخلي لنا الفيسبوك وتويتر، يعني الحمد لله. التردد بنقول على كل الصفحات في الوقت الحالي، الحمد لله. بالنسبه لموضوع السوق النهارده، طبعا السوق فعلا النهارده سجل اعلى مستوى سعري ليه من 2008 عند 8702 نقطة، يمكن بس مع النص الثاني من الجلسة بدأت تظهر بعض عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، على اعتبار أن السوق بيصعد بشكل متواصل بقاله حوالي 7 جلسات دلوقتي. فيعني مش عايز أقول أن في تأثر للأحداث السلبية اللي حصلت النهاردة في بعض الجامعات، ولكن يعني طبيعي جدا أن بعد السوق ما يصعد بهذا الشكل المتواصل ويحقق مستويات سعرية لغالبية الأسهم القيادية، وغالبية الأسهم حتى النهاردة كانت بتحقق مستويات ما شفناهاش من 2008، اعتقد ان ده كان بدعم من تفاؤل المشاركه الكبيره اللي حصلت للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسيه، اللي تخطي زي ما حضرتك اشرتي في البدايه المستويات السابقه. ويعني سريعا كده احب اقول لحضرتك ان المشير السيسي بس خد لوحده تقريبا قد الاصوات اللي حصلت في انتخابات في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه في الانتخابات الرئاسيه عام 2012. اعتقد السوق خلال الاسبوع او ما تبقى من الاسبوع الحالي ممكن يعاود الصعود مره ثانيه ويستمر في الارتفاع انتظارا للانتخابات الرئاسيه. بعدها ان شاء الله هيكون في انطلاقه كبيره جدا للبورصه، نتوقع ان هي تقترب من مستويات ال 9200 نقطه باذن الله. من الواضح انه كمان ابتدينا نشوف صفقات اجنبيه، في برضه استثمارات اجنبيه بدات تدخل السوق، يعني كان في صفقه اعتقد على سهم التجاري الدولي قريبا، قال انت ابتدينا نشوف عوده للاستثمار الاجنبي. بالفعل كان في جلسه اول امس كان في صفقه كبيره للبنك التجاري الدولي بحوالي قيمه 2 مليار و200 مليون. مفيش شك طبعا ان كل ما هيستمر الاستقرار وكل ما هنستمر في الاستحقاقات بتاعه خريطه الطريق، كل ما الاستثمارات الاجنبيه هتزداد ثقه وممكن تعود مره ثانيه. صحيح بدات تظهر دلوقتي بوادر لده، لكن اعتقد ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسيه كمان هتتحول سلوك المستثمرين الاجانب اللي لسه ما زالوا متحفظين بشكل كبير، على اعتبار زي ما حضرتك عارفه ان هم بيشتغلوا يعني زي ما بيقولوا بالورق والقلم، فبالتالي هم بينتظروا الاستقرار بشكل كامل ومن ثم يعودوا للشراء. اللي اعتقد ان هم هيرجعوا فورا بعد الانتخابات الرئاسيه، اتصور ان هم هيكونوا المستثمرين العرب بنسبه كبيره جدا بعد غياب حوالي 5 أو 6 سنين عن البورصه المصريه. يعني سمعنا عن صندوق كندي للاستثمار بيدخل ربما لاول مره السوق. بالظبط، بس برضه مش بحجم الاستثمارات اللي كانت موجوده قبل كده. طبعا يعني لسه في نوع من التحفظ برضه، المساله اعتقد هتختلف تماما ان شاء الله مع الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. بشكرك استاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره شركه اصول لتداول الاوراق الماليه، والحقيقه ان رد الفعل ده يخليني اضع مليون علامه استفهام على رد الفعل اللي كان موجود عقب اعلان ترشح المشير السيسي. وبرغم ان احنا بنقول ان السوق ما حدش بيتدخل فيه او ما الى ذلك، لكن في صناديق فيها، مش عايزه اقول تلاعب، ولكن في صناديق فيها بيقود الترند، فيها ناس يعني علينا
علامه استفهام عليهم. في يوم من الايام لازم هنكشف ده، وفي يوم من الايام هنتكلم عن ده، لانه لما هبط السوق بشكل كبير بعد تراجع المشير السيسي كان فيه يعني قلنا ده طبيعي، ورئيس البورصه قال لا ده شيء عادي، والناس بتشتري على الاشاعه وتبيع على الخبر والكلام ده كله، لكن كان عندنا علامات استفهام. النهارده لما بشوف السوق بيطلع بالشكل ده في مع نتائج المصريين في الخارج، بشوف ان ده المؤشر الطبيعي، ده الرد الفعل الطبيعي. اللي فات ده ما كانش رد فعل طبيعي، كان رد فعلي مفتعل. خلي بالكم من ردود الافعال المفتعل، واتمنى ان هيئه الرقابه الماليه واداره البورصه ايضا، اداره البورصه تبقى واخده بالها مين اللي بيدير الصناديق، لان الصناديق دي بتدار داخل مؤسسات حكوميه، مؤسسات خاصه، بنوك قطاع خاص، لازم يبقى عارفين، ورؤساء البنوك كمان لازم يبقوا شايفين مين اللي بيدير هذه الصناديق، مين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري. ده كلام مهم اعتقد ان هم محتاجين يراجعوه في وقت من الاوقات. جريده الوطن وزميلنا مجدي الجلاد بكره ناشرين حوار مهم مع السيد وزير الداخليه، تحدث عن تامين الانتخابات وان الانتخابات ستكون امنه، ولكنه يقول ان الاخوان ستحاول ان ترد بالدم على لا طبعا ده المنشط الاساسي، لكن هو الوزير بيقول في حواره انا لا انام من ضخامه المسؤوليه واسال نفسي دائما هعيش ازاي وفين، بس سايبها على الله. اقول للمواطنين انزلوا من اجل المستقبل وللاخوان، كفاكم دما، وللرئيس القادم خلي بالك من مصر دي بلد عظيمه. بيحكي جوه الحوار قصة قائمة الاعتقالات التي وصلته، كان اسمنا أنا ومجدي وغيرنا كان أسمينا فيها، وحكى إزاي القائمة دي جات له وطلب منه أن يعتقلنا لكنه رفض. قدمت استقالتي لهشام قنديل يوم 17 مارس، فطلب مني مرسي البقاء شوية، وبعد أيام هبت رواح 30 يوليو، فقلت الفرج جاي، لا وجود لما يسمى الجيش المصري الحر في الداخل، ولو اخترقوا الحدود سنبدهم. يعني حوار مهم عن مع السيد وزير الداخلية. مرسي أصدر تعليمات بالإفراج عن أحمد ماهر قبل 30 يونيو رغم إهانته ليه، وباكي نام طلعت تقول بيان اعتذار وتقول إنه هو رفيق كفاح. أعطيت تعليمات مشددة قبل 30 يونيو بعدم التعرض لأي شخص يحمل استمارة التمرد، والإخوان قالوا لي افرمهم. مرسي أرسل لي قائمة اعتقالات ما قبل 30 يونيو، طبقتها وحطيتها في جيبي. أنا أذكر هذه القائمة وأذكر أنا سألته عليها. المعزول قال لي انزل احمي مكتب الإرشاد، فقلت له مش هنزل إلا بعد خروج المسلحين من المقر. مرسي وديع في السجن، مرسي وديع في السجن ويأكل من الكافيتيريا، وقيادات الإخوان ملتزمون باللوائح. لا أعرف لماذا اختاروني وزيرا للداخلية وعمري ما كنت إخواني ومراتي مش دكتورة. حمدين صباحي اتصل بي أكثر مرة لإزاءة معوقات تواجه حملته، والسيسي لم يتحدث معي. هذا وزير الداخلية يتحدث إلى زميلنا مجدي الجلاد. إذن قبل ما نخرج فاصل، ما تنسوش 26 و27، وعايزين نكون 26 يوم 26. كله متحمس عشان ينزل ان شاء الله. ده طبعا ده ضروري، كل مره امراه في مصر لازم تشارك. انا هنزل واشارك في انتخابات علشان صوتي ما يروحش. انا اول مره اشارك حسيت ان انا لازم ادي صوتي حتى لو ما كنتش متفقه مع ده او مع ده، بس عشان صوتي ما يروحش ان شاء الله. هنزل اشارك عشان انا حابه يكون ليا دور الفتره الجايه. ايوه طبعا لازم انزل اشارك عشان دي مصر، عشان الامن والامان وعشان استقرار البلد، ونرجع نحب بعضنا تاني زي الاول. صوت واحد بيفرق عشان مصر تستقر. هنزل اشارك في الانتخابات عشان صوتي ده امانه ومش عايزه يضيع. اكيد هنزل اشارك طبعا علشان البلد تمشي والاستثمار يمشي طبعا، ولازم كل واحد يجتهد ويعمل عمله. اكيد هنزل اشارك في الانتخابات عشان صوتي هيتحاسب عليه وعشان مصلحه بلدي. هشارك طبعا لازم عشان مصر، عشان حبيبتنا مصر، عشان احنا بنحب البلد، عايزين بلدنا احسن حاجه. انا نازله اشارك عشان اختار الرئيس اللي يصلح بلدي. انا هنزل عشان صوتي هيفرق. هنزل اشارك في الانتخابات عشان خاطر مستقبل ولادي. اشارك في الانتخابات علشان انا موافقه على اللي حصل عامه، وعشان صوتي امان. انا هنزل اشارك عشان مصر. احنا جايين وحاسبوا مننا. يا حبيبتي يا مصر، يا مصر يا حبيبتي.